بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. إن لدينا أنكالا، أي كل طريق تنكيل بأعدائي موجودة، تنكيل روحي، تنكيل عقلي، تنكيل مادي، تنكيل يعني بجزاء سوء أدبي، تنكيل حسب نوع كما الكفر وتزوير الحقيقة والمجر. التنكيل أنواعه لا يعلم عددها إلا الله، ولا يعلم ثقلها على هؤلاء إلا الله. والله سبحانه وتعالى لا يتركنا لكي يحق علينا القول فنعذب في دنيانا وأثناء حياتنا برزخية وحياتنا الأخروية، بل هو لطيف بالعباد، ولكن أغلب العباد لا يفهمون هذا اللطف الإلهي، ولا يتوقعون أن هناك رحمة تشملهم رغم تعنتهم ورغم فجورهم ورغم سوء أدبهم مع الله ومع رسل الله عليهم الصلاة والسلام.